أشاد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بالفعاليات التي تقام في مختلف مناطق مملكة البحرين للاحتفاء بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 من ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 19 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، مجددا سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة. ونوه سموه بالجهود التي تبذل في تنظيم هذه الفعاليات الوطنية من مختلف الجهات الرسمية والأهلية، وهو ما يمثل تجسيدا معبرا للمشاعر الوطنية الصادقة لأبناء البحرين في تعبيرهم عن إخلاصهم واعتزازهم بوطنهم مملكة البحرين. جاء ذلك لدى حضور سموه احتفال نادي الرفاع الشرقي بمناسبة أعياد الوطن المقام تحت رعاية سموه، حيث نوه سموه بجهود القائمين على تنظيم هذا الاحتفال. من جانبه أعرب سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الشرقي عن شكره وتقديره لحضور ورعاية سمو الشيخ محمد بن سلمان لاحتفال النادي بأعياد الوطن. وتضمن الحفل العرض البحريني وقصائد شعرية، إضافة إلى عرض فيلم حول إنجازات وأنشطة نادي الرفاع الشرقي.